الحياة شيئان، أولهما قطار متعدد العربات وفي كل عربة نوع من الناس، ثانيهما متاهة شائبة الطرقات تختلف في الاتجاهات وكذا المآلات. فجلوسك في إحدى العربات يجعلك ضمن فئة من الناس، وما تسلكه في المتاهة هو ما يحدد لحياتك مآلها. فلتسعى ولا تجعل شيئا يعرقل مسيرتك، ولا تنشغل بهم حياة. فالحياة ساعة، اغتنمها ووكل الأمور لخالقها. اعلم أنها بداية ستأخذك إلى نهاية، فلتغرس بذور أعمال تترعرع بعد الممات. لا تركض وراء هوى نفس ستخذلك يوما أمام خالق الدوات، أو تبكي على ماض انقضى زمنه وتسجن روحك بالمعاناة. ولا تتحسر على مستقبل ليس بيدك ولست بضامنه. حياتك هي ساعتك هذه، وكل ما تملكه هو لحظة بين يديك. حتى العمر لا نملك منه شيئا، فلا تعد عمرا لا تملكه أنت. اغتنم ساعتك، اخلق سعادتك بنفسك، تلطف في أقوالك، ارحم غيرك، سامح ما دونك، وارضي والديك، واستأنس بأحبابك، كن ممن يحيا يومه لا ممن يعيش ظهرا ليس له.